وشوشة. الحقيقة أنا يعني حالة خاصة شوية، بس أنا شايفة إن الصحفي إن يعني كل الشغلانات بتاعتنا ده عمل صحفي، سواء بقى كان مسموع أو مقروء أو مرئي، كل ده عمل صحفي. لكن التصنيفات دي تصنيفات غير دقيقة يعني، فده عمل صحفي في الأول وفي الآخر، وبره هو عمل صحفي. أنا كنت من وأنا في أولى في الجامعة كنت بشتغل في الإذاعة وبشتغل في الصحافة، وتعينت في الإذاعة لأن كنت بشتغل في روزا اليوسف، وروزا اليوسف ما كانوش بيعينوا البنات لمدة سنين كده، عشان بيقولوا البنات بيتجوزوا ويخلفوا ما بيستفيدوش بيهم. فكان في كام سنة كده مفيش ولا واحدة اتعينت في روزا اليوسف، فأنا بالتالي لما يعني أنا كنت متعينة في الإذاعة من قبل أصلا ما اتخرج، لما اتخرجت كنت متعينين بعقد، لما بنتخرج بنتعين رسم. فأنا تعينت في الإذاعة وقاعدة مستنية، لام أول ما تعين في روزا اليوسف هقدم استقالتي وامشي. بس كنت سعيدة أن أنا في الإذاعة اتعرفت على، لأن أنا بحب الراديو جدا وكنت بسمع راديو بشكل كبير، فأنا بحب عمر بطيشة وأمل فهمي ونادية صالح ونجوى أبو النجا وإناس جوهر وسناء منصور وصديقة حياتي ونبيلة سنبل وأمينة صبري وناس كتير جدا يعني. يعني كنت بحب الإذاعة بشكل اللي هو مركزة فيهم، وكان نفسي إن أنا أروح إن أنا أشوفهم، لأن بتوع التلفزيون أنت شايفاهم وعارفاهم قدامك، لكن بتوع الإذاعة أنا كنت بشوف إن هم الأكثر نضجاً والأكثر ثقافة والأكثر، وفي نفس الوقت أنا مش عارفة أشكالهم عاملة إزاي، فعندك خيال إن أنت تشوفيهم. فكان عندي فرصة طبعاً إن أنا أشتغل في التلفزيون، بس أنا كنتش حابة يعني، كنت أنا حابة أشتغل في الإذاعة، وال يعني إن ده عمل صحفي وده عمل صحفي. وبعدين اشتغلت في مع الدكتورة هالة سرحان، كان في بداية الاي ار تي، وكانت هي عاملة مجلة اسمها ساداتي ساداتي، فأنا كنت معاها في المجلة. ولما بدأت تجربة الاي ار تي عملنا برنامجين اسمهم يا هلا والليلة، فأنا كنت يعني كنت مع فريق كان فيه محمد هاني وأنا، وبعد كده محمد هاني دخل عناصر تانية كان منهم والي الإبراشي وعمر خفاجي. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشك.